سؤال: هل محبتي لله تأتي تدريجا أم في لحظة؟ وإن كانت تدريجا فهل استطاع اللص أن يحب ربنا تدريجا؟ هو حكاية في لحظة تحل عليك حب محبة ربنا ده كلام خيالي. محبة ربنا بتيجي في قلب الإنسان بطريقة تدريجية، جايز مش بقوة واحدة عند كل إنسان لكن بطريقة تدريجية. يعني في الأول الإنسان بيمشي في طريق التوبة، لأن الشخص اللي ماشي في الخطية ما نقدرش نقول عليه بيحب ربنا. وبعد التوبة يبتدي ينمو في محبة ربنا شيئا فشيئا. حتى كلمة محبة ربنا دي لها مقاييس وأوزان وحاجات كتير، والإنسان بينمو في محبة ربنا باستمرار. فحتى لو أحب ربنا محبة في الأول عادية، بينمو في هذه المحبة شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى أنه ربنا يملك كل قلبه وكل فكره وكل إرادته، ويبقى دي المحبة الكاملة اللي قال عليها الرسول: المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. ففي محبة عادية وفي محبة بينمو فيها الإنسان